تبيع لنا واحدة؟ لا لا ليش؟ انا حقاتي. طيب عطنا واحدة كذا. عطنا واحدة كذا. اعطيك حاجة انا حقتها يا شيخ. ما في شيء، قول له ضاعت. اقول له ضاعت؟ ما حرام، بعدين في ضاعت الشبر فيه ضاع. ها؟ بعدين لما نحطوه في الشبر ده كذي. ايش هو الشبر؟ الغبر. بعدين فيه حاجة زي ما ضاعت. ما في حاجة زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. الله حسابه اسير. طيب ايش رايك بالله فاخر لما تروح فيها؟ تحس بتفتح نفسيتك؟ ايوه انت مش بيها يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. صح الله. ياكل من حلال محلال مرتاح نفسيا. لا لا. طيب بس عطنا واحده بس يا شيخ. يا شيخنا والله يريد. الله يرحم والديك. زي السما للوطن. حطها في صندوق. زي السما للوطن. كيف زي السما للوطن؟ السما والوطن قريه قراب بعض؟ لا. بس انا كان بديك نعجه. يا شيخ. والله. لو ايش؟ لو انا اديتك نعجه السما والوطن تنطبق صوت تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني، مستحيلة من السماء والأرض تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كان تعطيني 200 ألف. يا شيخ. والله رب الكعبة. 200 ألف ما أعطيك ليه؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ أقول ما حد شايفك، ما راح نعلم إحنا. ها؟ الله ما تشوفني؟ أنا أشوفك سبحان الله. خلاص. بعدين بتحاسبني أنت ولا حاسبني ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء. فقال له امتحانا بعنا من هذه الشياء. فقال انا مملوك ومؤتمن، انا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا ايمانه قل للمالك اكلها الذئب. فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا اقول لله، ماذا اقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب؟ فماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له كلمة أعتقتك في الدنيا، كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه.